السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس فيما يتعلق بالتعليق الموجز على سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو السابع. هذا الدرس هو السابع، وقد توقفت عند في كتاب الطهارة عند باب الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وطبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، وفي قوله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد، المقصود بيحيى بن سعيد القطان، وهذا الحديث في السنن الكبرى، وهو عند أحمد أيضا وابن ماجة من طرق يحيى القطان بهذا الإسناد. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب بعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال أتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. وفي نسخة ومسح على خف على وفي نسخة أخرى ومسح على خفيه. قال الشيخ: إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ. حديث هذا صحيح، الحديث الصحيح هذا، وهذا الإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص وبقية رجال ثقات، والمقصود بأبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في السنن الكبرى، وهو عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد. ثم قال أبو النسائي: باب الرخصة في ترك ذلك. إذن الحديث الأول هذا الذي معنا، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة، يعني إذا أراد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، هو ذلك من أخلاقه وعلو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أراد الحاجة أبعد يعني عن أنظار الناس، لئلا يسمع منه صوت أو يوجد من رائحة، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى هذا الحديث. وتجد بعض الناس مثلا لا يهتم مثلا بستر عورة حال قضاء الحاجة، أو نعم، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من أسباب عذاب القبر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية رواية أخرى لا يستتر من بوله، بمعنى أنه لا يستتر عن أعين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا أراد الحاجة قضى الحاجة أبعد، وذلك من أخلاقه. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني ذهب المذهب، يعني وهو المذهب يعني اسم لموضع التغوط، ويقال له المذهب ويقال له الخلاء والمرفق والمرحاض. فإذا ذهب المذهب صلى الله عليه وسلم أبعد،
قال المغيرة رضي الله عنه: فذهب لحاجته الرسول وهو ببعض أسفاره، فقال الرسول للمغيرة بن شعبة: ائتني بوضوء. قال: فأتيت بوضوء فتوضأ ومسح الخفين. إذن الخفان ما يمسح عليهما إلا إذا لبست على طهارة، فإنه يمسح عليهما بالنسبة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. سلام. وتبدأ مدة المسح من هل مدة المسح تبدأ من حين اللبس أو تبدأ من الحدث، من حدث بعد لبس؟ الصحيح أن المدة تبدأ من أول مسحة. أول مسحة يعني إذا أراد أن يتوضأ فمسح على خفيها وعلى الجورب، يبدأ يحسب المدة من أول مسح. قال: فذهب لحاجتي وهو بعض أسفاره، فقال: أتني بوضوء. فأتيت بوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ. وثم قال النسائي بعد هذا: باب الرخصة في ترك ذلك. يعني الآن عندنا الحديثان الأولان الأوليين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب، وإذا أراد الحاجة أبعد، لكن قال النسائي بعده حديث: باب الرخصة في ترك ذلك، يعني ترك الإبعاد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن لنقرأ الحديث، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسع على خفيه. الحديث هذا إسناده صحيح. والمقصود في قول النساء إسحاق بن إبراهيم، المقصود به ابن راهويه أو راهوية، يعني أهل اللغة لهم ضبط وأهل الحديث لهم ضبط، إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهويه. وعيسى المقصود به عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي. والأعمش المقصود به سلمان بن مهران. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي. وهذا الحديث في السنن الكبرى، وهو عند ابن عبد البر أخرجه في التمهيد، هذا من طريق عيسى بن يونس به وزاد بالمدينة، وأيضا أخرجه أحمد ومسلم أبو داود إلى آخره. هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة هذا الصحابي الجليل هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم هو حذيفة بن اليمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه من إيمانه وتواضعه وخوفه من الله رضي الله عنه الخليفة الراشد قال: يا حذيفة، أسماني الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. هذا الحديث الذي معنا أورده النسائي يتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. الآن ما حكم البول قائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يبول جالسا صلى الله عليه وسلم، إلا مرة من المرات بال قائما. ثم تحدث العلماء عن السبب في بوله عليه الصلاة والسلام قائما، وسيأتينا إن شاء الله. فهو صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي الموضع التي يرمى فيها التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل هي الكناسة نفسها. وقوله يقول: فانتهى إلى سباطة قوم، الإضافة هذه للقوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة، يعني أي واحد يتبول فيها. أما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني الآن هو ما أبعد صلى الله عليه وسلم، وإنما سباطة قوم يعني قريب قائما، فروي أنه كان صلى الله عليه وسلم به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب الذاك، فيه وجع اسمه وجع الصلب الذاك، فأراد أن يستشفي من هذا الوجع بأن يبول قائما صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وقول ثاني قاله العلماء روى البيهقي وغيره أن صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمئبضه، والمئبض باطن الركبة،
يعني فيه تعب عليه الصلاة والسلام ببطن الركبة، ويعالج هذا المشكلة في بطن الركبة أن يبول قائما. لكن يقول ابن حجر لو صح لكان في غنى عن كل ما ذكر، لكن هذه العلة التي ذكرها العلم ضعفها الدارقطني والبيهقي. في قول ثالث: لماذا بال صلى الله عليه وسلم قائما؟ قيل أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، وكان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يخرج الماء عليه الصلاة والسلام منه لئلا يتضرر بالماء، لأن حبس البول سموم تضر بالإنسان. وقيل أنه أشغله قوم في كلام بالحديث معه، ثم لم يكن عنده وقت في الإبعاد، لكنه تستر صلى الله عليه وسلم. فقيل أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فاضطر إلى القيام، لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عليه مرتفعا، بمعنى أنه لا يأتيه بول ولا يرتد عليه البول، لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يهتم أنه لا يرتد إليه البول ولا يرطخ ثيابه وجسده صلى الله عليه وسلم، وذلك من نظافته وعلو أخلاقه. وقال الماوردي وعياض وجه الرابع أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود. وذكر النووي وجها خامسا في السبب أن صلى الله عليه وسلم بال قائما، أن فعله كان لبين الجواز هذه المرة، ورجحه ابن حجر. يعني لما بال صلى الله عليه وسلم قائما قيل أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن ذلك جائز. وقد تكلم أهل العلم عن حكم البول قائما، فالعلماء يجيزون ذلك بشروط. من ضمن الشروط أولا أن يكون يعني مستترا عن أعين الناس، بمعنى أنه لا ترى عورته. والشرط الثاني أن يأمن رشاش البول أن يرتد ويرجع إلى ثيابه أو جسده، فهذا فيه الجواز. وقد أفتى بذلك أكثر من واحد من أهل العلم، من ضمنهم الشيخ مشايخنا وهو مفتي الديار السعودية سابقا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ غيره من العلماء. فالشخص إذا أمن رشاش البول وأمن أن تنكشف عورته جاز له البول قائما، لأن الرسول فعل ذلك. لأن الرسول لا ما فعله إلا مرة واحدة، قيل لبيان الجواز. وذكر المنذري وجها سادسا أنه لعله كان فيها نجاسات رطبة ويرخو فخشيت تتضاير عليه. قال بعضهم من الرسول لم يجلس عند السباطة هذه لما أراد أن يتبول، لم يجلس لأن كانت السباطة وهي مكان المكان يعني المكان هذا كان فيه رخو وكان رطب، فخشيا يعني ترتد إليه النجاسة صلى الله عليه وسلم. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى: القول عند دخول الخلاء، يعني إذا دخل الخلاء الحمام أو كان في البر ماذا يقول؟ على الشخص أن ينتبه لهذه الأشياء ويحرص على الأذكار، لأن مكان الخلاء هو مكان الشياطين، ذكران الشياطين وإناث الشياطين، فقد يؤذونه إذا لم يكن متحصنا بالذكر. قال النسائي رحمه الله تعالى: باب القول عند دخول الخلاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إسناد صحيح هذا، والمقصود هنا بإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليا. وهذا الحديث أيضا عند أحمد وابن ماجه من طريق إسماعيل بن العلي بهذا الإسناد، وهو عند أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني معنى ذلك إذا أراد دخول الخلاء، لأنه لا يجوز للإنسان أن يذكر الله في الخلاء في الحمام أو إذا اقترب من الجلوس للخلاء للتبول لا يذكر الله تعظيما لله، ولكن مقصود به إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لا يعني ذلك أن الإنسان هو يصلي يغسل وجهه، وإنما إذا أراد القيام إلى الصلاة فليتوضأ، أو إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أو إذا أردتم أن تقوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، يعني أعتصم بك وأحتمي بك وألوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث معناها ذكران الشياطين
والخبائث إناث الشياطين، لأن الشياطين والجن يؤذون الإنسان ويكونون في الغالب يكونون موجودين في الخلاء وأماكن القاذورات والأماكن المهجورة وغير ذلك، فينبغي الإنسان يتحصل لئلا يتلبس به الجن أو يؤذيه الشيطان. وكذلك يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، لا يعني ذلك أنك إذا انتهيت من القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما المقصد مثل عندنا الآن إذا أراد دخول الخلاء، إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أو إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، فهذا ما مثلها. طيب، قال ابن الأعرابي وهو من علماء اللغة: أصل الخبث في كلام العرب المكروه. فإذا كان الخبث من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر يطلق عليه خبث، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشرب فهو الضار. ثم أورد النسائي رحمه الله تعالى الحديثان الذي بعده، وهما: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ ما حكم استقبال القبلة؟ فبعض العلماء منع استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان، وبعضهم قال لا يجوز في الصحراء ويجوز بالبنيان، وبعضهم قال يجوز في الصحراء والبنيان، سيأتينا إن شاء الله. قال النسائي رحمه الله: باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم من الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا الحديث سند صحيح، والمقصود محمد بن سلمة هو المرادي وابن القاسم عبد الرحمن المصري، الحديث في الموطأ وهو عند أحمد وغيرهما. ثم قال النسائي: باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث سناده الصحيح، والمقصود بسفيان هذا ابن عيينة، وهو عند أحمد والبخاري مسلم. باب الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا غندر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. وهو سند صحيح، والمقصود بغندر هذا محمد بن جعفر، معمر هو بن راشد، وابن شهاب محمد بن شهاب الزهري، وهو من ضمن الذين تدور عليهم الأسانيد الكتب الستة، هو بإسحاق السبيعي وغير من العلم من المحدثين. ثم قال: باب الرخصة في ذلك في البيوت، يعني إذا كان الواحد في البيت يجاز له الاستقبال أو الاستدبار. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: قد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. والحديث سناده صحيح، والمقصود بيحيى بن سعيد هذا هو القطان الراوي المشهور المعروف الأنصاري. وهكذا إذن أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة، فحرموا استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء، وخصه آخرون يعني الحرمة بالصحراء فقط، وعليه الأئمة الثلاثة لحديث ابن عمر الذي يليه. قولوا شرقوا وغربوا هذا في قضاء الحاجة خطاب للمدينة ومن قبلته على ذلك السمت، لكن هنا في نجد يعني في الرياض مثلا يقال شمال أو جنوب. وقول ابن عمر ارتقيت على يعني ارتقيت يعني صعدت على ظهر بيتنا، جاء في رواية مسلم وغيره على ظهر بيت حفصة أخته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على ظهر على لبنتين لبن ككتف، وهو الطوب قبل أن يطبخ يطلق عليه اللبن. إذا نختم هذا الدرس، نختم هذا الدرس بحكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، حال التبول. فأهل العلم اختلفوا، فمن أهل العلم أن يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان والصحراء، ومنهم من يحرم استقبال القبلة في الفضاء عند قضاء الحاجة ويجوز ذلك في البنيان. والصحيح هو حرمة استقبال القبلة في الفضاء وكذلك استدبارها، أما في البنيان فيجوز أن يستدبر القبلة ويستقبل القبلة في البنيان، وهذا رواية عن الحنابلة، ويرجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أنه يجوز للشخص في البنيان جواز الاستدبار دون استقبال القبلة إذا كان في البنيان. هذا ما يتعلق بهذه الحديث التي سمعتموها، ونقف على الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده عند النسائي، وهو باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، نجعل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عداوة الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.